السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الثاني عشر، الصف أول متوسط، عنوانه التوكل. التوكل على الله. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طبعا قبل ننزل إلى التعريف، التوكل على الله تعالى شيء مهم في الحياة، وهو من أساسيات الحياة ومن صفات المؤمنين. طبعا ننزل إلى التعريف، التوكل على الله لغة الاعتماد والتقويم إلى الله، شرعا اعتماد القلب على الله في الحصول المطلوب أو دفع مكروه مع فعل الأسباب الممكنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل للقلب. مثال ذلك، المريض يعتمد بقلبه على الله تعالى في الشفاء لأنه سبب، وتناول الدواء لأنه سبب، والسبب الرئيسي هو أن نتوكل على الله، لأن الشفاء ليس بيد الدكتور أو في شيء، لأنها هذه أسباب. أما التوكل على الله فهو من صفات المؤمنين. عندنا التوكل عبادة، التوكل على الله عبادة، والتوكل على الله عبادة من أعظم العبادات القلبية وأجلها، فيجب على المؤمن التوكل على الله بقلبه. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون. التوكل على الله من صفات المؤمنين، التوكل على الله وحده من صفات المؤمنين. ذكر الله تعالى من أهم صفات المؤمنين، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومعنى وجلت أي خاف، أي خشعت وخضعت لله سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون غيره باعتماد نفع أو دفع ضر أو مكروه إلا على الله تعالى. طبعا معنا نشاط واحد يقول: استنبط صفات أهل الإيمان من الآية السابقة. الآية السابقة اللي ذكرناها نستنبط منها ثلاث أشياء ذكر الله لنا تعالى. طيب، أولا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طبعا هذا واحد. اثنين: وإذ تتلى عليهم آياتهم زادتهم ماذا؟ إيمانا. اثنين. ثلاثة: وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله في جميع الأمور واجب على المسلم أن يتوكل على الله بحصول مقصود أو دفع مكروه. اثنين: التوكل على غير الله تنقسم معنا إلى قسمين. القسم الأول: التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كتوكل على الأموات أو الغائبين بحصول رزق أو نصر على الأعداء. طبعا هذا حكمه شرك أكبر، لأنهم توكلوا على أشخاص لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فعشان كذا نقول شرك أكبر. القسم الثاني: التوكل على الأحياء الحاضرين من الحكام والأطباء ونحوها فيما يقدر عليه إلا الله، من جلب نفع أو دفع ضر مثل قضاء الدين وحصول الشفاء. طبعا هذه الأشياء حكمها شرك أصغر، لأنهم اعتماد على الأطباء وغيرهما في أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر ونسيان المسبب وهو الله عز وجل، لأن أقدارنا مكتوبة من قبل أن يولد الإنسان، مكتوب أقداره من قبل أن يضع على الأرض، مكتوب رزقه نفعه وضره، وكل شيء كتب الله تعالى. فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. كفاية الله للمتوكلين. التوكل من أعظم أسباب الحصول على الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة، وإن الله تعالى يكفي توكل عليه ويعين ويوفقه. وقال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
أي الله وحده كافي وكافي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وحسبه بلا أي كافيه. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبنا الله أي كافيه الله سبحانه وتعالى. طيب، تحقيق التوكل في الرزق. يجب التوكل والاعتماد بجلب الرزق من حقوق في الكسب رزق الله تعالى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو إنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصه وتروح بطانه. طبعا عندنا نشاط اثنين كما صنعت في المنحة السابقة: ما معنى تغدو خماصه وتروح بطانه، وما علاقتها بالتوكل؟ واحدا، أولا تغدو كما يرزق الطير. طبعا ناخذ أول شيء معنى تغدو خماصه، أي أنها تذهب الطيور أول النهار وبطونها خالية، وتروح بطانا أي تعني تعود آخر الليل وبطونها ممتلئة. وما علاقتها بالتوكل؟ علاقتها بالتوكل وعلى ربهم يتوكلون ولا يرجون غيره سبحانه وتعالى. التوكل على الله لا ينافي فعل الأسباب، مثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عندنا ثمرات التوكل. في التوكل فوائد عظيمة للإنسان. نذكر أولا: زيادة في الإيمان، تعلق المؤمن بربه في جميع أموره في الدنيا والآخرة. ثلاثة: الحصول المقصود بإذن الله تعالى. أربعة: الفوز بثواب الله تعالى. خمسة: الفوز بمحبة الله تعالى. سادسا: الحصول الأمان والطمأنينة وراحة البال وعدم الخوف ممن لا يملك الإنسان نفسا ودفعا وضرا كخوف من سحر وصاحب عين ونحوها. الإنسان يتوكل على الله في جميع أمور حياته، فهو الرازق الله سبحانه وتعالى والمتوكل الله والصائب الله، كل ما كتب الله لنا سوف يحدث. عندنا نشاط ثلاثة: أصل العمود ألف بما يناسبه من العمود باء. الالتفات للأسباب، محو الأسباب أن تكون سببا، الإعراض عن أسباب الأمور بها، باء نقص في العقل، شرك في التوحيد، قدح في الشرك. أولا نأخذ ألف: الالتفات للأسباب أي قدح في الشرك. محو الأسباب أن تكون سببا، نقص في العقل. أخيرا الإعراض عن الأسباب المأمور بها، قدح في الشرك. طيب نأخذ معنا ثاني تالي نشاط أربعة. مثل بمثال على توكل كل من الطالب، المعلم، البائع، المزارع. طيب ونبدأ بأول شيء الطالب. التوكل على الله في طلب العلم ونجاحه في دراسته. المعلم التوكل على الله في تعليمه العلمي طلابه. البائع التوكل على الله في كسب الرزق الحلال. المزارع التوكل على الله في بذور البذور في الأرض وحينها. هذا درسنا اليوم اللي هو التوكل. الإنسان يتوكل على الله في جميع شؤون حياته. وهذا آخر الدرس معنا، وصلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.